عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، لابس له لبس نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة. الرداء أعلى الثوب والإزار أسفل الثوب من المنتصف إلى أنصاف الساقين أو فوق الكعبين، والذي في الفوق يسمى الرداء. الرداء فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قادر صلى الله عليه وسلم على أن يضربه، لأنه أوتي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يصفح. قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، من شدة جبذة الأعراض، حد ما شنو أثرت في العنق. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إلى رسول الله، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. والكلام ده يا جماعة بغضب ولا بضحك؟ بغضب، لكن شوف الصدر ده سليم كيف، وذات الزول لما يكون عابد أزي تجرب الكلام ده، أمرك صلي الصبح في جماعة وسبح لما تطلع الشمس وصلي ركعتين، صلي الضحى برضو، ولو والله وفق قريت جزء قبل الصبح، تعال مارق الشارع بعربيتك سيارة ولا بيركشة برضو، بيركشة برضو ود الناير ولا بموتر زي حسين ده. مهم لما تجي في الشارع وزول يضايقك، أسألك بالله موقفك بيكون زي لما تصحى الساعة 7 صباحا أو 8 والوضو تكلفت فيه والسواق زاد والشنو وتصلي بالسرعة وجاير يلاحق الشغل زيها، هل ردة الفعل بتكون واحدة؟ والله يا مال العبادة بتريح القلب، خليك صدرك ده واسع، ضربك بجاي قول له تفضل تفضل امشي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أخرجاه أي في الصحيحين البخاري ومسلم. ده الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، منها سلامة صدره، منها حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، منها أن المعاملة الشديدة ليست حجة لك إن كنت مسؤولا عن بعض أشياء الناس أن تترك إعطاءهم حقوقهم. يعني كون زول جمع احترمك ما يخليك إنك لو عنده حق عليك ما تديه حقه، صح ولا ما صح؟ وإنما إذا أردت أن تطالب بحقك فهذا شأن، وإن عفوت وصفحت فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب نمرة 16، نمرة 16 16 ذكر مزاحه ومداعبته صلى الله عليه وسلم. مع عظمته ومع مكانته كان يمازح الناس صلى الله عليه وسلم، توريك انه انت المكانة دي ما بتنالها بالقوة، في ناس قالين بالقوة بس، بالقوة ولا الكوراك ولا كذا ولا كذا، والشغلة دي الرفعة دي بيد منه، تعز من تشاء وتذل من تشاء. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويت الدنيا دي أطلب فيها الغمور دائما، خليك زول مغمور، زول ما معروف عند الناس. ولو أن العبد إذا نشر الله علمه ولم يعرفه الناس لو كان هذا باختياره لفعله الذين يريدون الدار الآخرة، عشان كده رب العزة والجلال قال: تلك الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب، مرة أخونا أبو بكر حفظه الله، أخونا وشيخنا أبو بكر، قال لي في واحد من الناس لسي تركوا أخواننا ومشى وكذا وبقى يهاجمون، ونحن ما عندنا حزب ولا جماعة، لكن كان يتآلف معهم ويذهب ويأتي وكذا، ثم تركهم وصار حربا عليهم. قال لي مرة سولينا فتن، قال لي جبتوا بعد حلقة 17 بتاعت أم درمان، أنا ما أقدر أجيب اسمه لأنه ما فايدة من ذكري اسمي، قال لي جريته بجنبه قلت لي أنت قلت كذا وكذا وكذا، قال لي لما بك؟ قال لي أنا قلت كذا، كذب زاي. قال لي ليه عملت الشيء ده؟ ليه كذبت علينا وكذا وأثرت الفتن؟ قال لي أنتم ما كنتم قربيني والفترة دي زحيتوني شوية، هسي ده فهم؟ وانت بتطلب القرب من آداب وشياب ومزمل ود البدوي، خدته زاي تحت، لكن مهم انا جبته عشان ما تقول في حاجه يعني. ويسري وضحويه ونبيل والاخوان الدعاة غيره نحسبهم والله حسيب. انت بتطلب القرب من الاشخاص ولا القرب من الله يا جماعه؟ انا ضراني شنو لو اخواني كلهم ما عرفوني او ما قربوني، لكن أنا بحبهم في الله لأنه بينشروا التوحيد والسنة نحسبهم، أنا ضراني شنو؟ إنسان يطلب القرب من الله سبحانه وتعالى ويطلب المكان عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يعرفه الناس.